السودانية. احنا بنسعد جدا في انه نلتقيكم في مساحتنا الأخيرة من ظلال الأصيل لهذا اليوم، وبنسعد بانه يكون موجود معنا الفنان كباشي عثمان. اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك. مرحبا، مساء النور عليكم، مساء النور على كل مشاهدي قناة الشروق، مرحبا بكم. كباشي، نحن الليلة حنمشي في رحلة فنية مختلفة، حنتابع فيها كثير من التفاصيل وحنتجول في حياتك إن شاء الله، لكن خلينا ناخذ ليه بتسأل إن شاء الله نبدأ بها. جميل، نبدأ ونتواصل إن شاء الله. كل لحظة 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 بتمر شوية
في شمعاتي القليلة أفضل أبكي 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 وأقول حليلة في شمعاتي القليلة أفضل أبكي 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 أقول حليلة ليلة 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 بدموعنا كل ليلة 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 بدموعنا كل ليلة بدفنا أشواقي وحناني ترجمة
وانت داري كنت دوحي كنت داري كنت دوحي كنت في يا نور زمان سلام. شكرا لك يا كباشي ولك التحية، وشكرا كمان لكل أفراد الفرقة الموسيقية المصاحبة. نحن بنحييكم، وخلينا نقول يعني الدورات المدرسية، المنابر الثقافية، الجامعات، الكورة، الفرق غيرها ممكن تكون هي بدايات أي فنان. كباشي كانت عنده بدايات مختلفة، وأول زول ممكن يكون قال لك يا كباشي أنت فنان غني منو؟ أصحابي لهم الفضل إن شاء الله، يعني كنا بنغني وبنقعد بروبات، بنقعد جلسات سمر، فهم أشادوا بي شديد وقالي لازم تواصل. ارجع الفضل برضو للأساتذة، أستاذ مامون، أستاذ عبد الرازق. في المدرسة ولا في الجامعة الكلام؟ لا بعد الجامعة. بعد الجامعة يعني جامعة الإمام الهادي، رغم أنها كانت هي المحطة الدراسية إلا أنه ما كانت عندك فيها كثير من المشاركات. لأنه ركزت أكثر شيء مع الدراسة، ما فضيت وقتي أنه أغني وكذا. رغم أنه أيام الجامعة يعني كثير من الناس هم بتكون بالنسبة لهم مساحة لأنه هم يقدروا ينتشروا لأنه يغنوا، يمكن المساحات الثقافية اللي بتكون موجودة في الجامعة والأركان بصورة عامة ثقافية ممكن تكون هي مساحة للفنان. ما حصل فكرت في أنك أنت أيام الجامعة تحاول تغني أو تحاول حتى في المرات كده بتقعدوا قاعدة شباب يعني؟ والله ما فكرت يعني، بس كل الموضوع أنه كانت الدراسة مستحيلة. أي الدراسة مستحيلة المطارف والقروش دي كانت ماخذة منك كل التفاصيل. جميل. كباشي بفترة يعني ما بعد الجامعة بالضروره بكون عندك كثير من التجهيزات والتحضيرات لانه مشروع لفنان، يعني يمكن كباشي بدا حياته في وقت متاخر الى انه عندك تصور لانه المسيره اللي انت حتقدر تمشي فيها هي شو؟ فانا بعد خلصت الجامعه جيت مركز شباب الرابع، فبدايتي فعليا كانت مركز شباب الرابع. تعرفت على اساتذه كتار في مركز شباب الرابع لهم الفضل بحيهم من هنا. فمن مركز شباب ام درمان برضه هو كان ايوه مركز شباب ام درمان، عرفت على اساتذه فلهم الفضل، يعني لولاهم ما يعني ما كنت اساسا بغني، لانه وروك الاخطاء، وروك الصح من الغلط، وروك كيف تبني مسيرتك اساسا الفنيه. فلهم الفضل ان شاء الله. نحن بنحييهم كلهم، واكيد يعني يمكن هي ثقافة المجايلة بصورة عامة إنه أنت تلقى قدامك ناس هم يقدروا يرشدوك، يقدروا يدوك كثير من النصائح والإرشادات، يقدروا يوجهوك لأنه شنو الحاجة الممكن أنت تواصل فيها وشنو الحاجة الممكن أنت تخليها، لكن بالضرورة نتوقف عندهم. يعني من ضمن الناس اللي كان عندهم الفضل في إنه كباشي هو يمشي في مسيرته دي من بعد فترة الجامعة؟ والله أكثر زول شاد بيه الوالد. أبوي طوال يقول لي لازم تواصل، لازم تستمر، تجتهد عشان تصل للدائرة. فبعد الوالد الأساتذة الكرام ده الأستاذ مامون، أستاذ والدين سامي وداعا، يعني هم وقفوا معي كثير، وقفوا معي كثير، اجتهدوا معي، الحمد لله. كباشي رأيك شنو السماعة اللي متين تأمر بينه؟ جدا جميل. خلينا نسمع ونرجع نواصل في الحوار. تفضل. Yeah.
تمر بينا محال تجي علينا جيت تمر بينا محال تجي علينا ولا بتقول لنا أسكانوا في ماضينا ولا يبي حق الريت يهم قصفين يهل لقيت جديد من تدور تكتيب لحبيبك التال كيف قلبك اسمح ليك تطراه وتنساني لما تدور تكتيب لحبيبك التال كيف قلبك اسمح ليك تطراه وتنساني وحياة غلا وتريد أنا ما من تدور تكتيب لحبيبك التال كيف قلبك اسمح ليك تطراه وتنساني لما تدور تكتيب لحبيبك التال كيف قلبك اسمح ليك تطراه وتنساني وحياة غلا أنا ما بريتاني بس انت تبقى سعيد تمر بينا محال تجي علينا ولا بتقول لنا كانوا في ماضينا كل يبي
يعني ديت بودينا طوالي، لانه في كثير من الفنانين يمكن بداياتهم هي دائما بتكون من خلال اغنيه الحقيبه، ويمكن هي اللي بتخلي الصوت يتمرن وينطلق بعد كده. كيف كان كباشي في اغنيه الحقيبه تحديدا وبدايات؟ والله يعني اغاني الحقيبه ما اخذت منها كثير، فاخذت منها جزء معين بديت اتغنى بها. يعني الأغنية الشبابية الآن، يعني في كثير من الشباب هم بالنسبة لهم ممكن تكون مساحة انتقال، رأيك فيها شنو ككباش والفنان؟ أفضل الغنى القديم أنا، لأنه الأساس الغنى القديم. يعني الغنى القديم لو ما هو مكان الجديد، يعني يمكن الان بقى يعني بنلقى كثير من الجمهور بيطلب، بيقول لك يا اخي غني لنا الاغنيه الفلانيه باعتبار انها هي اغنيه جديده او اغنيه شبابيه. فكباشي لما يكون عموما هو في واحد من المنابر دي بيطلب منك واحده من الاغنيات، يقول لك يا اخي غني لنا الاغنيه الفلانيه باعتبار انها هي اغنيه شبابيه واغنيه خفيفه بالنسبه لهم. اي بتنطلب كثير، يعني ما انا قلت زول مرن بغني الغنى القديم بغني الغنى الجديد تاع الشباب كله، لكن افضل الغنى القديم. جميل. المنابر الثقافيه اللي بقت موجوده والليالي الثقافيه المنتشره، مشاركات كباشي فيها كيف؟ شاركت في منتدى في مركز شباب درمان، منتدى صدر المحافل، منتديات الخاصه بمركز شباب درمان، مركز شباب الربيع، منتدى مراسي الفاو كان في ولايه القضارف. يعني في مشاركات في الولايات كمان. جميل. طيب يعني ممكن تكون هي مساحه للفنان، يعني في رايك باعتبار ان انت واحد من الشباب يا كباشي، وانه كثير من الفنانين الان بيتهموا الاعلام او بيتهموا المساحات الثقافيه في السودان بصوره عامه انها هي ما بتديهم مساحات ان هم يظهروا نفسهم، في رايك انه المنابر الثقافيه دي والليالي وعموما المهرجانات اللي بتقام ممكن تكون هي مساحه للفنان لانه هو يظهر نفسه؟ ايوه بتكون مساحه، يعني المناب يعني انت لو بتغني مثلا في البيت او بتغني براك كده ما حتصل، فلازم انت تواجه العالم، تواجه الناس من خلال المنابر الثقافيه، المهرجانات، السوشيال ميديا ما خلت حاجه، فبيبقوك صوروك تصوير، يعني تلقى نفسك مشيت. والفنان في صفحته ممكن يكون هي مساحة للانتشار، يعني ممكن الآن بقت السوشيال ميديا هي مساحة للفنان بأنه يقدر ينشر أغانيه وأعماله، يقدر ينشر حتى المساحات اللي بيغنيها يعني. أيوة بالضبط. جميل. كباشي نمشي البالون فيشها في فرع غنى؟ إن شاء الله. جميل، خلينا نسمعه مع بعض وحنرجع نتواصل تاني أكيد. زمن غلبنا يا ما، الزمان غلبنا يا ما، حرمنا جال الابتسامة، حرمنا جال الابتسامة، يا مسافرين بالسلامة، اشرحوا الحال
جرينا مشوار العصاري، جرينا مشوار العصاري، ورعشة الورد البراري، ورعشة الورد البراري، قلبي ردا يريداري القلوب كيس المحن. يا شروق لم تنتلاقي، يا دموع لم تنتفارقي، يا شروق لم تنتلاقي، أبكي دموع السواقي، أحزن العاصر ظلم. غلبنا يا ما الزمان، غلبنا يا ما حرم مجال الابتسامة، حرم مجال الابتسامة، يا مسافرين بالسلامة، أشرح الحال لأهل. كباش والله نحن مبسوطين وسعيدين بك، وسعيدين يمكن بتجوال في حياة فنان قادم بقوة بإذن الله، ويمكن تفاصيل كثيرة جولنا فيها وآراءك يعني كفنان شاف في كثير من القضايا. إحنا عاوزين نعرف كباشي أعماله الخاصة إن شاء الله الموعودين بها هي إيش؟ إن شاء الله عندي أعمال خاصة هنترقبها إن شاء الله. ف عندك تعاملات مع شعراء مختلفين، مع ملحنين في مقبل الايام ان شاء الله؟ طيب يلا اعمالي الخاصه اللي هو كاتبها انا براي لحد الان. يا سلام. لحد الان شاعر وفنان ان شاء الله. ان شاء الله موعودين ان شاء الله بكثير من الاعمال اللي حتكون منك كباش. واحنا يمكن وصلنا لختام المساحه دي معاك، حنديك مساحه اخيره لك انك تقول فيها الحاجه اللي حاب انك تقولها، وتحيي وتهني فيها الزول اللي حاب انك انت تديه رساله منك له مباشره. تمام. انا بناشد الشباب كلهم عامه الفنانين انه شوفوا الحاضر شنو، يعني يقعدوا مع نفسهم عشان يطوروا نفسهم لقدام، طوروا ذاتهم والله عشان يصلوا لهدفهم المعين. نتمناهم يعني نتمنى كل الشباب هم يكون عندهم الاهداف اللي بيصبوا لها، واللي يمكن هي الاشياء المنشوده لمستقبل الايام. شكرا جزيلا لك كباشي، احنا حنسمع منك لحن الختام بالتاكيد. وشكرا لك لوجودك وحضورك معنا، كمان ما نحيي ما ننسى نحيي الفرقه الموسيقيه اللي موجوده معنا، ولكم كمان كل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان عاطره تحيات. دي كانت حلقتنا لليله من ظلال الاصيل اللي تناولنا فيها كثير من القضايا، وكان حضور انيق معنا كثير من الضيوف اللي ازدانت بهم استديوهات ظلال الاصيل لهذا المساء. بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بحلقه اليوم، حنلقاكم بالتاكيد الاسبوع القادم بكثير من الفقرات المختلفة. في أمان الله.
حلمي عاد زماني را والجرح لا لام لا استرى لكني متكتم
لكني متكتم عليه